حال الطقس على إيفان. سالو، مرحبا، هذا حال الطقس لنهار 18 مارس على راديو إيفان. في تونس الكبرى في النهار اسمه تمشي وتزيد تصحب على طول النهار، التمبيراتور 21 درجة والريح معتدل. في الليل اسمه ينقص منها السحاب، التمبيراتور تولي 10 درجات والريح كما هو باقي معتدل. منظم عمك الريح. متلين في ولاية بنزرت الطقس مسحب سورتو صباح، العشية شوية شمس، التمبيراتور 19 درجة والريح قوية. في الليل الريح يركح، التمبيراتور تولي 11 درجة ويبقى شوية سحاب. منزل تميم في ولاية نابل سحاب عالي صباح يمشي ويكثر، الريح نهار كامل معتدل، وحتى في الليل التمبيراتور في النهار 22 درجة وفي الليل 14 درجة. عقاب الليل اسمي راهي تصفى. منزل تميم أسسها المعز بن تميم اللي فكها للي نورمان في الأنزيام سيكل، وهي معروفة بيان سور بإنتاج الطماطم والفلفل اللي شايحوه زادة، يشايحوه يا في الشمس يا على حطب الزيتون، كيف ما معروفة زادة بالتكستيل الحوايج وسبابت. ومادام نحكيو على الحوايج وسبابت نقولكم ما تنسيوش بسلبسو مليح سورتو في بيجا، على خاطر في بيجا الدنيا مصاحبة في الليل كيما في النهار، الريح مودغي وتمبيراتور في النهار 20 دغري ماكسيموم وفي الليل 9 دغري كاها. سيدي منصور في ولاية صفاقس شميستها بالنهار كامل 26 دغري تمبيراتور والريح معتدل. في الليل اسمي صافية، التمبيراتور 13 درجة أما الريح يقوى. دونك ما تنسيوش اللي في تونس التمبيراتور 21 درجة والريح معتدل، دونك الدنيا تفاتو شوية أما باقي باردة شوية زادة. هذا كان حال الطقس على راديو إي إف إم. بون ديبيو دو سومان. سالو. حال الطقس على إي إف إم.